السلام عليكم خوتي خواتاتي، واهلا اهلا وسهلا ومرحبا بكم. جيت نقاسم معكم الفطور كنوجدو كيف كنقولوا هذه كنوجدها على ود واليد ورانيا كيبغيو في الفطور هاد الحسوه الشعير، هاد الحسوه ديال البلبولات الشعير. غادي انا ما فيلميتهاش لكم، ولكن غادي نقول لكم شنو كنعمل فيها. كناخذ واحد البصله كناخذها تنحكها رقيق، ماشي كنحكها، عندي هذيك الطحانه البنات كطحن ليا رقيق مزيان. كنعمل بصيله هنايا، كنعمل الماء على حسب المقدار اللي بغيت. مثلا هذا يعني البصله والماء والملحه والابزار، وكنعمل البلبوله هنا كطيب على خاطرها، يعني هنا خاصها تعسل، خاصها تبقى طيب تتعسل. البلبوله ديال الشعيره البنات انا كنعمل ديك الغليظه، يعني الغليظه كنعمل منها كاس ونص، ورقيقه كنعمل منها نص كاس باش كتجي معسله. غادي نخليوها طيب وغادي نوريكم واحد الاكله ديالتي انايا كيف كنقولوا، غادي نصوبها ليا مفضله عندي البنات. فين تقاسمت معكم شي حاجه منها، ولكن دابا غادي نزيدو نخليوها تعسل وغادي نتبعو دقه بدقه اشنو غنوجد. باش تعسل لكم البنات خاصكم تغطيو عليها وتكون بسمه واحد شويه، نغطيو عليها وعافيه مهيله. فوالا انتم البنات، مشيت نجيب السرديل، لقيت السرديل ما بقاش، وما لقيتش داك السرديل اللي بحال اللي كيجيبو الحاج. اذا جبت 3 كيلو ديال الشان، 3 كيلو ديال الشان وافيين، 2 كيلو دوزتهم للاله نجمه دوزتهم ليها، وكيلو جبتو معايا. ها نتوما كتشوفوا حيدت ليه القشره ديالتو وحيدت ليه الراس ديالو البنات. الله يطول لي عمركم. الراس ديال الحوت، اي حوت عندكم وعندكم تلوحوه. انا كنقطع راس وكن يعني قبل ما نقطعو كنشلل الحوت كنخليه يتسقطر مزيان، وهذاك راس كنعملو في واحد الخنيشه وكنعملو في المجمد، هو اللي كنعمل به الشوربه ديال لي فخوي دمار. اذا انا عندي الشان، وهنا البنات عندي الحوت المفضل ديالي الماكرون. كلوا الماكرون البنات، الماكرون رجال ولا عيالات، الماكرون صحي ما تخيلوش. بعدا غير باش نقول لكم، ملي مشيت لقيت غير هاد الجوج اللي بقاو، سبحان الله العلي العظيم. السردير والماكرون والشان كيتباعوا بزاف فهاد رمضان على ود هما اللي فيهم الفوائد. الاوميغا 3 كاينه في الماكرون. اذا غادي نوريكم كيفاش غادي نحضر هاد الماكرون وغادي نحضر هاد الشان والحسوه. وكانت عندي واحد العجينه البنات، واحد العجينه عجنتها عملت بها بطيبيطات. انا غنوريكم البطيبيطات عملتهم البارح. هانتوما البارح عيطات عليا لاله نجمه مسكينه، قالت لي حليمة انا مزوقه فك ملي تكوني جايه جيبي معاك الخبز. ما كنتش البنات مساليه، كنت مشغوله. اذا بيا دخلت عجنت العجينه فيت في البارح، عملت 10 ديال البطيبيطات وديتهم معايا. شاطت ليا العجينه يعني في الليل ملي جيت ملي ساليت معكم اللايف، نطيبت هاد البطيبيطات هما عاملاهم في هاد الخنيشه، وغادي نوريكم العجينه ملي شاطت ليا اشنو كنعمل لها. العجينه ملي كتشيط ليا كنعملها في صاك بحال هكا، الصاك كنعمل فيه شويه ديال الزيت وكنخليها في الثلاجه لتحت، كتبقى 3 ايام 4 ايام 5 ايام وقت ما جبتيها اعملي بها اشنو بغيتي. دابا غادي نوريكم هذيك العجينه اشنو غادي نعمل بها. بالنسبه للشان البنات، ما بقاش عندي القزبر، وفي نفس الوقت ما بغاش نعملو بالقزبر وداكشي. غادي نوريكم، غادي نحتاج هنايا نص حامضه باش غادي نسيزونيو هذاك الشان باش نوجدو. غادي نعمل واحد نص معلقه ديال الحار الفلفله اللي هي يا ماشي السودانيه ولكن التحميره الحاره. هنا غادي نعمل شويه ديال الكمون. هنا البنات الثومه اللي انا قلت لكم بودر مطحونه رقيقه كتجي زوينه البنات في الحوت مع الحامض والطحميره وشويه الكمون. البنات ما كنعملش ليه بزهره، واحد شويه الملحه حتى كنحركهم البنات في الحامض عاده باش كنزيد
واحد القطيعه ديال الزيت. فوالا شيتو، حيت البنات حنا بغينا ناكلو الحوت، ما بغيناش ناكلو العطيه، وبغينا ناكلو الخضره، وبغينا الا كان داك القزبه كنعمرو به الساديل، انا كنعمر به الساديل. اما في الحوت هكذا، هذه الطريقه ديالتي انايا اللي كنعملها، خلاصو فوق راسو. هنا البنات غادي نعمل معكم غير وحيده، كناخذو كنعملو هكا، يعني كنعمل شويه هنايا هكا، نحيدها، نجيب كاع الثانيه هكذا. البنات غنصوبو كله وغادي نرجع لكم شاده بيد وكنفيلمي بيد. هانتوما البنات، ما غاديش نوريكم كيفاش نقليوه، غادي نقليه وغادي نوريكم هذاك الماكرون اشنو غنعمل ليه. هانتوما البنات، هنا داك الحامض اللي بقى ليا زدت عليه الزعتر وشويه الثومه بودر وشويه ديال التحميره السودانيه وشويه الملح، وغادي نعمل فيه هاد الماكرون. هانتوما البنات، عملت العطريه هنايا دخلتها وفي الداخل، ودابا غادي نعملها على عافيه مهيله على ود الماكرون. هو فيه واحد الزيوت دهنيه اللي هي الاوميغا 3، يعني غادي نعملو غير على عافيه مهيله هكذا ونخليه. هنا البنات هانتوما كتشوفوا الحسوه خاصها طيب على عافيه مهيله وتعسل مزيان البنات، ماشي العافيه طو 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 طو. لا، هي كتجي لذيذه بنينه ما نقولش لكم عليها. غادي دابا نضيف، بسم الله، غادي نضيف الحليب مسوس، الحليب المسوس. الا ما قدكمش هاد الحك، يمكن لك تزيدي الحليب كامل الدسم طبيعي الا جاتك شويه ثقيله الحليب. وغادي نضيف حاجه ثانيه ما كنعملوهاش في الاول، كنعملها في الاخر، يعني غادي نضيف، بسم الله، بحال جالسين مع بعضياتنا البنات، غادي نضيف الزعتر لو طون، فوالا لو طون. وملي كيبدا يغلي البنات، منقولش لكم واحد الريحه، وحتى كتقرب نقرب نطفي عليها، عاد باش كنزيد واحد النغيزه ديال السمن، نغيزه، اللي ما بغاش السمن يعمل زيت العود، زيت العود ملي تسربيوها. غادي نخليوها طيب على خطر خطرها، يعني على عافيه مهيله، وغادي نحضروا الحوت. هانتوما البنات، غير باش نقول لكم الزيت اللي انا قليت فيها السرديل، يعني هذه يومين بقيت محتفظه بها وعملتها هنا في المقله، وزدت عليها غير شويه وكنقلي فيها الشان. هنايا الحسوه على عافيه هكا ملي كنعملوا الحليب، ما كنعملوش العافيه مهيله ملي كنعملوا الحليب، يعني غادي نخليها مع الزعتر ريحه ما نقولش لكم عليها. البنات اعملوا اللي عجبكم، انا حتى الدقيق اللي كنعمل فيه هكذا السرديل ولا الحوت كنعملو في واحد الخنيشه وكندخلو الثلاجه لتحت مع الخضره، ملي كيشيط هكذا ما كنلوحوش، كنعملو في واحد الخنيشه، المره الجايه كنجبدو وكنعمل فيه الحوت ديالي. وعملوا اللي عجبكم. هانتوما البنات، الحسوه صافي، يعني كنتسنى فيه واحد 10 دقائق وغادي يجي يديها، ماشي لعند نسيبتو، يديها عندو لدارو، قالك كيبغي يتسحر بها السحور. دابا البنات الله يطول يعماكم، ديك العجينه اللي قلت لكم انا عملتها في المقله على شكل خبزه، ها هي خمرات، وغادي نعملها فوق البوطه، هانتوما كتشوفوا العافيه، غادي نعملها فوق البوطه وغادي نغطي عليها وغادي طيب ان شاء الله، وغادي نقاسم معكم الباقي. هانتوما البنات، الشان ديالنا من بعد ما تقلى داكور، وهذا البنات الماكرون ديالنا، انا عملته غير في ديك المقيله، هذيك يعني هذيك الخلطه اللي انا شاركت معكم. ها هما طابو وحيدتهم، كنعملهم في واحد المنديل ونخليه يبرد واحد شويه، وديك الساعه نقول لكم هذه هي عشاتي. اشنو غنزيد معاها؟ غنزيد معاها غير واحد، عندي بصله حمراء ما بغيتش نقطعها دابا،
عندي بصله حمراء نقطعها معاهم، وعندي واحد شلاضه مغربيه. ما معنى شلاضه مغربيه؟ ايه اختي، الفلفله مشويه ومطيشه والبصله الحمراء، وكتجي يا سلام ديك سلاد ماروكان كتجي غزاله. الخبز ديالنا حتى هو ها هو وجد، الحسوه ديالتنا وجدات، وغادي نقاسم معكم الطبق النهائي. هنا البنات بغيت نقاسم معكم هاد اللوبيا ديالت المغرب، جابوها لينا، خديت منها واحد البواني، نقيتها وبخاتها البنات. انا ما كنسلقهاش، بخاتها، انتم كتشوفوا فيها باقا سخونه، عملت عليها شويه زيت العود، شويه ديال الثومه، ويعني هذوك البهارات اللي كناخذ من عند اكسيون، فيهم الثومه، فيهم البصله محكوكه، فيهم التحميره، فيهم عملتها هنايا. هاد شكون اللي كيدق في الباب؟ جاريف. ها نتوما البنات الخبزه، هاني كتسمعوا، هاني قلبت على الجهه الاخرى، وان شاء الله ملي غادا طيب غنوريها لكم. ها نتوما البنات، ها الخبيزه ديالتنا، هيا طابت من الجوايه كلهم. انا غادي نقطعها لكم، غادي نوريها لكم، غنوريكم حتى الجهه الاخرى، يعني ممكن تعملوا جهه هكذا ما طيباش بزاف، والجهه الاخرى تكون محمره واحد شويه الا بغيتو. فوالا، انا غادي نقطعها لكم، غادي نوريكم الداخل. ما نساوش البنات كنعملوا التقيبات ملي كنبغوا نعملوا، هذا كيتسمى خبز المقله بلا ما تشعل عليه الفران، وكيكون الصهد غير خصها تعمل في داك الراس الكبيره البنات. ها نتوما باقي شاعل، العافيه مهيله هكا. انا غادي نقطعو وغادي نوريه لكم الضو كيمشي وكيجي. فوالا البنات، ها نتوما الكاميرا ما كتعطيهش حقه، باقي سخون. نتوما السي وليد كيعمل الضو. ها نتوما البنات كيجي زوين. ها نتوما سمعوا التقاميشه، ها فوالا هذا، سمعوا التقاميشه البنات، سمعتوها؟ ها نتوما كنخلوه يبعد واحد شويه، وغادي نقول لكم ما تبخلوش علينا باللايك لو بارطاج، والتعاليق ديالكم كتهمنا. وهذا الخبز ديال المقله البنات المره الجايه غادي نوريكم كيفاش كيتعجن، كيجي مشفنج زوين. هذاك هو اللي وريتكم في الخنشه ملي شاط عليا دخلته للثلاجه. يلاه صحه فطوركم كيف كنقولوا، والسلام عليكم.